السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم راح نتواجد وياكم بمنطقه الكراده، وبالتحديد كراده داخل. هو مواضيع راح نفتحها، هو مواضيع راح نناقشها، سيما انه الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، التحديات اللي جاي يعيشها البلد ومدى تاثيرها على الحركه الاقتصاديه والحركه التجاريه. لكن بنفس الوقت يعني اكو موضوع جدا مهم لازم اتطرق اليه، اللي هو يخص سلامه المواطنين ويخص سلامه ساقي الدراجات. اليوم موضوع الدليفري يعني اذا اردت اوصفه انه خطر على المجتمع، خطر من ناحيته، وايضا خطر على سائقي السيارات، لان بعض سائقي دراجات الدليفري جاي يمشون بطريقه ما اقدر اقول غير قانونيه، لكن بسرعه مخيفه. هذا الموضوع يولد ارباك عند سائقي السيارات وما شابه ذلك. خلي ابدا الموضوع ويا ابو علاوي. ابو علاوي شلونك؟ اهلا وسهلا، انا ابو صادق حبيبي. لا انت ابو علاوي. ماكو فرق ابو علاوي وبعد احسن. مو احنا قبل اللقاء قلت ابو علاوي، لا شو اسمي ابو علاوي؟ انا راح اسميك ابو علاوي. ابو علاوي. ابو علاوي ولا اقدر اسميك؟ كيفك بعد؟ يلا ابو علاوي. شلونك حبيبي؟ والله الحمد لله. مصطفى؟ مصطفى. ابو علي؟ حبيبي الغالي. ابو علاوي. عم ابو صادق والله. يلا ابو صادق. ابو صادق، اليوم اذا اردنا نتحدث عن موضوع الدراجات الدليفري، ويعني السرعه اللي جاي يسيقون بها، اللي جاي يمشون بها، ممكن تاثر عليهم. اكو هواي حوادث صارت من وراء دراجات الدليفري. هذا الموضوع، وانت اليوم مو سايق دليفري، انت اليوم ابو دراجه تمشي 60 وهنا انا ابو دراجه دليفري. انت نعم. اولا ارحب بقناتكم الكريمه الموقره. الله يسلمك من واجب. ثانيا اهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. انت هسه جمعت صنفين من الدراجه. صنفين من الدراجه. الدراجه العاديه هاي، الدراجه الدليفري التوصيل هذا. عادي ترى ما يصير دليفري هنا داخل. يصير يصير، بس انا هسه ما اشتغل مندوب. زين انت مندوب؟ بس اي بس بس ما اي بس ما عندي ارتباط وي او بالمطعم، وصل الاكل، برد الاكل. زين. تعال ما وصلوا بالدليفري، ما اعرف شنو هذا بالدليفري. اولا هم كلهم اخواننا، واحنا تهمنا سلامتهم بالدرجه الاساسيه. تهمنا سلامتهم. نعم. كلهم قصه شباب صغار. نعم. ما عنده سيطره على الدراجه هاي، وحده. الثانيه يعني سبب بعمره؟ لا، هو اولا صغير. زين. وما عنده سيطره على الدراجه. نعم. ثانيا الاهم، وبالمطعم يلح عليه ما وصلت الطلب. زين. الزبون شو يسوي بالمطعم؟ ينطي تليفونه لمن؟ لمن ينطيه؟ لمن ينطي؟ للزبون. الزبون وين صيت عيني؟ هذاك يقول له انت وين راح تروح؟ هذا يقول له انت وين جيت؟ سوى له حادث. بس ابو الزبون يعني اذا تاخر دقيقتين يعني ما راح يموت من الجوع. انت الزبون، مو احنا يعني قلت لك اكو تاخر بالموضوع، يعني اكو فد موضوع، يعني انت ما يوصل مثل ما يوصل لك الاكل بعشر دقائق، خليه يوصل لك في ثلث ساعه نص ساعه، يعني هو مسلفن. هم تجوع اكثر انت مسلفن بس مو انت مو انت هسه اكثريتهم هم اخواننا حاطه هنا جي بي اس. صح. هذا يحكي وياه، وبالاكل يحكي وياه، وبالمطعم يحكي وياه، هذا يدوخ. يعني معذور هو. هو معذور. عنده عذر. بس اني الشغله الثانيه هم ما ابريه. ما تبري؟ اني هسه ابو دراجه. انت ابو دراجه. هاي دراجه وهاي دراجه. هاي. اذا اشوف اوخر عنه. هاي لو والله لو اطبق له اوخر. لعد ابو السياره شو يقول؟ ابو السياره هاي يفتح الباب يصعد يفوق هو ذاك. مو صحيح؟ على فتح الباب يجي يشتري صمونيه من الزيتون. ايه. ابو الدليفري طار، دراجه طارت، الكباب وصل مدري وين. ايه. زين. فهو مدفوعين، شباب صغار مدفوعين، ويريد عنده طموح، يريد يشتغل ويدور على موت خطيه 2000 ولا 3000 حتى يعيش بها. حتى يعيش بها. زين. والزبون يحرجه. زين. وبالمطعم يحرجه. تمام. والشارع هو بعد شوف انت الشارع مالك. خلينا نشوف راي مصطفى. مصطفى شلون؟ والله الحمد لله تشبه. هذا الموضوع اللي يتحدث به ابو علي بين قوسين. اي صح. اللي يتحدث به. زين، انتم دراجاتكم والزبون يريد بسرعه. الزبون يريد سريع. والمطعم يريد بسرعة. وبالتالي الضحيه انت تكون. صح لا مو صح؟ يعني الزبون مو هو يسوق دراجه، ولا بالمطعم هو اللي يسوق دراجه، وبس يتاخر ربع شنو ساعه. المشاكل؟ يقول الغي. شنو الصعوبات اللي جايه تواجهكم بعمل؟ اذا تاخر ربع ساعه لو نص ساعه يقول الغي، واذا الغى لو ينحسب على المطعم، لو يرجع على ابو الدليفري. تحاسب انت؟ اي تحاسب. يا ابو المطعم ما يقدر هذا الموضوع؟ مرات يقدر ومرات ما يقدر. يعني مو المفروض السلامه اولا؟ هو المفروض سلامه اولا، بس هو ما عنده سلامه، اهم شيء توصل الطلب. وانت بهذا بهيج موقف شلون تتعامل؟ يعني ضروره تمشي سريع؟
يعني مرات اماكن مختصره مثلا، مرات اماكن مختصره، مرات سريعه على كيف وسط. يعني انت تعرف نفسك او انتم اهل الدليفري هواي ناس، يعني هم مسببين لهم انتم فد ضغط، مسببين لهم فد حرج، يعني ما اقدر اقول يعني غير تفسير، او ما اقدر اعطيك غير وصف انه انتم نقمه لربما نوعا ما على الموجودين، على ابو المرور، على السيارات، لكن بالتالي هذا عملكم والعمل مو عيب. زين انت وفق هذا الموضوع شلون ممكن تتجنب وهاي الخطر اللي جاي تتعرض له بالشارع؟ مرات الطب اماكن ضيقه مثل هسه هذا الشارع مال كراده. زين الطب بالمكان الضيق مرات لو تنضرب، لو تضرب لك باب، لو تضرب جاهل، مثل شباب لو جاهل، هاي شنو على الخفيف، هاي على الخفيف باب لو جاهل. ايه. مو يعني سيارات ثقيله، هاي سيارات هيك صارت وياك هيك حوادث؟ ايه. هذا الدرع كل ساعه ينضرب بدله بالسيارات. اي بالسيارات ينعوش. وابو السياره من ينزل من ينزل وشوفك ضارب وانت الغلطان. اه ما يضرب المطعم، ما يضرب ابو المطعم، اخي ابو المطعم مني يعني مني تاخر الطلب. انا هسه مو دفاعا عنه، هو يعني هذا شغله. حبيبي عليكم السلام. واي سلم ابو علي، ابو المطعم مو ناس طيبه شلون لازم شيء. يلا انت هم طيب. ابو المطعم المفروض يقدر هذا الشيء اخي. زين يقدر هذا الشيء. انت شنو هو مشتريه؟ هو عبد؟ لا هو شنو هو؟ لا تدري انت هاي ظاهره الدليفري بالعراق حديثه؟ هي حديثه، ولانه حديثه جاي تعرضون على هواي، هو الهواي انتقادات دليفري. اي واحنا اصلا احنا هاي هي مو انه اصلا هذا دليفري. ليش مو انه؟ لان ما عندنا شوارع؟ لا عندنا شوارع. لا شنو بس احنا مو فكرتنا الدليفري، هاي المصريين جابوها دليفري. احنا وين قعدنا دليفري؟ بس هواي سهلت للناس، سهلت. بس انت تعرف هسه انا رايح الصديقه زوره بالجمله العصبيه، جماعه الدليفري عازينهم، الله اكبر، ردها كامله كلها ملفوفين، بس دليفري دليفري. يعني انت مو مهم. جابوا اثنين من حي الجامعه، جابوا واحد من المنصور دليفري، جابوا واحد من الحارثيه، يجيبون للجمله العصبيه كرخور وصافه، ايش قد بيها دراجات. فانت يا حبيبي اهم شيء سلامتك، انا اتمنى لك السلامه ورزق الحلال ان شاء الله. بس سلامتك ضروري واهم جدا من خلي اقول انه بين قوسين بطن الزبون. يعني عادي الزبون يتحمل، مو فد كارثه، مو نهايه العالم. رجع لك ب 35000 وبالمطعم ظل يحكي علي، هو يوم يطي 20000 ويطي ذاك يطي 2000 دينار. وطلب 35000 راح ايش يقول له؟ يقول له هاك بابا روح وديهن لاهلك. يلا هذا ياخذهن يوديهن لاهله، هذا اليوم خسره، ثاني يوم يومته تنقطع من عندها 10 وكذلك. يا وضعيه. اذا هسه الحل برايك شنو؟ لازم الزبون يعذر؟ لازم الزبون يعذر، ابو المطعم يعذر، يعطون مجال من نفسي. اوكي بس هذا الحل؟ بس هذا الحل. هذا الحل ابو علاوي؟ ابو العلاوي هسه قلت لك انا هم اخواني وصغار، بس انا اتالم عليهم. الحل شنو هسه؟ لازم الزبون يتحمل، خليه يجوع. الحل احنا شو نسوي؟ نسوي لقاءين. لقاوي ابو المطعم اللي عنده دراجات دليفري. لا هسه من وجهه نظرك الحل. وجهه نظري انت هسه كزبون وانت طالب دليفري، شنو الحل؟ اتحمل لازم خطيه. تتحمل عادي. ما يروح ينسحق على مود بطني. مو صحيح، انا امشي سلامته عندي. اذا يبرد الكباب. انا ما اقدر، اكو عالم يقول لك انا ما اقدر انه بارد، اريد حار. اريد حار. شلونك؟ يقول لك اريد حار. السلام عليكم. علاقته قويه بالكباب. شكرا جزيلا ابو علاوي، شكرا جزيلا مصطفى. نعم مشاهدي الكرام، وبالتالي ايضا دعوه لكل الناس اللي متعوده انه تطلب دليفري، متعوده انه تطلب من المطاعم الخارجيه، يعني مو فد كارثه ولا راح تموت. خمس دقائق يتاخر عليك ابو الدليفري، جدا طبيعي الموضوع، لازم تتحمل. لان اليوم في حال انه انت رجعت الطلب، ابو الدليفري محاسب من قبل ابو المطعم، وراح تكون قطوعات هناك من يوميته ومن اجره. فممكن عادي جدا انه تتحمل خمس دقائق، عشر دقائق، طبيعي جدا الموضوع، ما راح تنتهي حياتك ولا راح تموت من الجوع، احنا اللي يهمنا سلامتهم، ومثل ما انه ابنائكم الله يحفظهم، عوائلكم الكريمه ان شاء الله، وشبابكم يشتغلون بهيج اشغال انه بها نوعا ما من الخطوره، ومثل ما تباعونهم باعوا ايضا لاهل الدليفر، احنا متواصلين وياكم من شارع الكراده، خليكم.
جاي الكلام متواصلين وياكم من منطقه الكراده، كراده داخل، وبالتالي يعني احنا اليوم مثل ما عودناكم ببرنامجنا، برنامج جاي مناسب وبرنامج الكل ويشمل جميع الفئات، لكن بالتالي نشوف الاستاذ هنا. استاذ السلام عليكم. صباح. وعليكم السلام عزيزي، يا اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله والشكر زين على قد عمري، صحتي هم مقبوله. زين. لازم امارس الرياضه. امشي هوايه. اي عايز الايادي. واكلي يعني منتظم، مو اكل بشراهه. كميه ونوعيه. حلو. وهاي هي يعني ماكو انسان بهالعمر يوصل ما عنده ضغط شويه كذا، بس بحدود المعقول يعني. اصغر هوايه زملائي راحوا يعني دار حقهم مثل ما يقولون. زين، هذا الحفاظ على الصحه مهم، خصوصا احنا يعني كعرب كعراقيين. نعم. دائما كنا دسم يكون الاكل. نعم. واضح؟ لا كلش غلط. واكبر غلط هذا يعني. نعم. اليوم جاي نشوف حتى كبار السن او الشباب يعني عمره 40 ترى شاب بعده، مو طبعا مو ذات سن كبير. لا. زين، فنشوفهم انه ضغط، سكر، دهون عاليه، وهذا الشيء مو صحيح. صح لا مو صح؟ طبعا. فانت اليوم هذا النظام من زمان منتهجه هذا النظام؟ يعني في 20 سنه صار الغذائي. اي، وركزت على العمر. نعم. ركزت على يعني يسموها بالانجليزي اذا تعرف انت فيجيتيريان، يعني خضري خضري خضري. ها حلو. اكثر من نباتي. نباتي نبات. ف صح، مو الكميه مو لذيذه قد اللحم والكذا والدجاج. زين. بس كصحه عامه هوايه احسن من يعني من اللحوم والكذا، كنظام غذائي محتمل. نظام غذائي. نعم. نعم. زين عمو. نعم. خلي نبدا بدايه باختصاصك، شنو اختصاصك؟ مهندس مدني. يعني مهندس مدني. من يا سنه مهندس مدني؟ اوه. شنو الانجازات؟ خلينا نتعرف. كنت شغل بدائره حكوميه ذاك الوقت؟ اي. نعم. نعم. مشاريع تصفيه مياه ومجاري. حلو. وبعدين قاعدت صرت اشتغل بال يعني بيا مقاول. نعم. اوكي، هم هندسه بس المقاول ورب العمل يعني دائره هذه مصالحهم متضاربه يعني. هو زين، هذا يريد ارخص ما يكون وهذا يريد شيء زين وكذا وهذا. هاي سنه هي. بعدين مثلا بعد 90 95 90 95. زين. واستمرت. زين. استمرت. منجزاتك شنو اللي سويته بذاك الوقت؟ بدي اقول لك عيني مشاريع تصفيه مجاري، مي. أيه. ومجاري. مي ومجاري. اي، مي يعني تصفيه مي ال يا مكان قصدي. بركرخ وبرصافه. بركرخ. ايش عجب طلع التقاعد لحد الان؟ وصلت يعني حد بعد صعب، الهندسه الهندسه مو سهله يعني، ظروف الحياه بس شتاء بارده بالصيف حاره. زين. فلازم الانسان لازم يكون بأوج نشاطه وشبابه حتى يقدر يتاقلم ويا. ما شاء الله بعدك شباب يعني. لا 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 لا، بعدك العمر شباب. العمر له حومه مثل ما نقول احنا بالعربي يعني. هذا بالدارج. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. طولة العمر ان شاء الله. الله يخليك. صحه. طولة العمر والصحه. أي صحه. أي أي. اهم من طولة العمر. اهم. شلون يعني؟ عزيزي. عمرك طويل وصحة ماكو متر راتب. تمام. صحيح. يا حبيبي. صحة ضرورية. ومذلة مذلة يعني، واحد يقودك للحمام، واحد هذا مذلة. أنت إذا على هذا النظام تستمر إن شاء الله وهذا المشي يعني إن شاء الله. إن شاء الله الصحة موجودة. هو الصحة من الله سبحانه وتعالى، يعني حدود المعقول يعني، ما يصير أتوقع نفسي عمري 25 سنة. طبعا لا طبعا. زين. لا. خلي أسألك إنه موضوع الهندسه بالوقت الحالي. نعم. المدني بين. نعم. السابق وبين الوقت الحالي، شنو اللي جاي تشوف يعني؟ شنو الحركه؟ العفو. عاد فرق بين هذا وهذا، احنا كلها مواصفات فنيه يعني بندرس كتب علميه. نعم. احنا شلوا عبر يسموها ما شي يسموها. زين. يمشي مواصفات الرمل، لازم يكون مفحوص رمل. الرمل بالنسبه لدعك الكوم. نعم. السمنت نوعيتين بس بأملاح. تمام. يعني أملاح تاكل الكونكريت. شو اقول لك؟ الشيش يعني مال الصب لازم يصير عدد والقطر ماله والمسافه بين شيش وشيش محسوبه هندسه يعني. فعلا يعني هسه بالوقت الحالي اكو تراجع بالهندسه؟ ما حد يعني ما يخلوا مهندس اصلا من دي هذه، يخلينا فورمان يعني
فيربن عنده 40 سنه خبره، واذا عندك 40 سنه ما تعرف الماده ما تعرفها يعني فعلا. علم شيء وخبره نفس الغلط تكرر وتكرر وتكرر. استثمر الموضوع هذا بموضوع يعني الحديث قادني له، البنايه اللي انهدمت سمعت بها بالكراده. اي نعم. حسب تحليلك تصورك. مو تحليل عيني، لازم شيء علم جماعه يقولون سالكوا عمود ضخم شايل العماره كسروها المقاول او صاحب العماره حتى يوسع يسوي. جماعه يقولون لا الشيش ما مفحوص وضعيف وما تحمل. جماعه يقولون اصلا سوء تصميم. سوء تصميم، انا جوز اتفق مع هذه. سوء تصميم نعم، مسوي لك هو البنايه بهلقة الطابق، تجي تضيف عليه طابقين ما يتحمل. لا ليش يقولون حمل وعبء ولود، لود نسميه على جسمه، ما بالعربي نستعمل نعم. لودها لتلودها لوس لا لودها ولوسها لودها هي محسوبه نعم. ومع ذلك نسميه ما يسمى بالحامل الامان يعني ما اقدر احكي لك يعني مصطل... يعني شو اسمه يعني اذا مثلا اذا بنايه توقع بميت والسلام سلامة. نعم سلام. إذا توقع بالمية أني أقول توقع بالستين. نعم. أقول ستين. ليش؟ أخاف يعني أشياء ما نعرفها يعني. مستقبلاً. مستقبلاً زلازل تجي. زلازل أشياء. سبقتني. فتأخذ إلى حد ما تأخذ الرجة مال الزلازل. اليابان عندهم هذه لأنه ما يتوقعون زلازل تصير. نعم. يبنوها على أخشاب على. يعني عوض ما يدقون باي الحديد يدقون على خشب. ليش؟ خشب لأنه المطاطية الأساسية مال الخشب أكثر من الحديد. يعني يأخذ الرجة يأخذ الصدمة إلى حد ما. هذا الموضوع نعم. موضوع الخشب نعم. اللي قلت به أغلب بنايات شارع الرشيد نعم. التراثية القديمة نعم. يعني هي لحد الآن من الثلاثينات انبنت سنة الثلاثينات من القرن الماضي صار من القرن تقريبا. أي تقريبا القرن. لغاية الآن نشوف عمارات وبناء حديث ومقاومة رغم أنه هي بالمصطلح الدارج عقادة مو صب وشيش ومسلح. لا. شنو الفرق اللي أو شنو السر اللي خلاها عامرة لحد الآن؟ المواد ممكن؟ المواد أكيد والإخلاص بالعمل. شلون؟ الإخلاص بالعمل. يعني شوف شيء طلب شلون تطلب الحاجة يسويها مو يسخت ويبوق في سبيل يربح كم دينار اضافي انواع اردى انواع المواد الانشائيه نعم. هذا السر. هذا السر عزيزي. الهندسه عالم قائم بذاته بس مو تحكي وياه هذول يصبون زين. انت عربانه بها نسب 1 2 4 1 1.5 3 هذه نسب سمنت وحصو ورمل. سمنت وحصو ورمل نعم. زين احنا اجتهادات صايره هاني اجتهادات مو اشتغل جهل جهل زين. اقول له هذه ايش قد ايش قد التخبوط يقول لك عربانه وعربانتين منها زين. ادري العربانه مالتك مضبوطه مقياس ما زعل يعني لو اعرف ينحرج مو تم البريان اقول يا ريت تم البريان يعني. يمكن هاي المواضيع هي اللي بالوقت الحالي هي اللي ما تخلي انه البنايات عامره او بعمر طويل تمتد حتى يحسبون عمر البنايه. اربع متطلبات كلية تصميم بنايه، واحده منهم ديمومتها قوه وديمومه وتؤدي الواجب من كلها. واحده من عندهم يعني يقول لك هاي 50 سنه هاي العمارة. ليش اكو تنقاس؟ طبعا السنوات طبعا. شلون تقيس؟ تعرف انت ايش قد خليت مواد نوعيتها يعني على المواد صراحة. وعلى نوعيتها؟ طبعا هاي تقاوم 50 سنة يعني مثل ما انسان مو هم 70 80 ويموت اكسباير يصير ممكن مو عيني؟ نعم. فهذه هم بيها قابلية محددة تنهار توقع واذا حديد هذه بعد انقص لانه جونا تربتنا مي يعني املاح املاح قصدك املاح تاكلها تاكل الحديد تاكل الحديد طبعا. هذا في حال انه البنايه كانت اساسها حديد فقط هاي البناء اللي جاي نشوفه البنايات العملاقه يعني مو الشيش تقصده؟ لا 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 ما هي كلمات انجليزيه ما يعني مثل اي بالانجليزي تصير نعم. اي المقطع اي او شانل يعني هذا
زاوية. لا هذاك زاوية يعني. زين. زاوية. هاي وين تستخدم بيا بنايات؟ حسب عملاقة. مصمم يحدد، مصمم يحددها عيني، وشي يحددها على ضوء ال 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 الأثقال المتوقع أنه تسلط على البناية. متوقع. مع ذلك يأخذ عامل أمان. نعم. أخاف ما أخاف كذا سوء استعمال. زين. ما يلتزموا بالمواصفات الفنية الهندسية، فيخلي فت مثل ما ذلك. إذا 100 بالسبعين هو يقول 70 تنهار ترى البناية. الثلاثين نسبة تقريبية. الثلاثين بالمية هذه احتياط. اوكي تعمو بس سؤال يقول قبل اللقاء قلت انه عايش برا بالخارج اكو مصطلحات عربيه وعراقيه باللهجه مالتنا انه يمكن جاي تنساها مثلا يعني هسه هواي مصطلحات جاي شوك شوي راجع ذاكرتك عليه يمكن الانجليزيه طاغي عليك ما اي يعني اللغه براكتس يعني تمرين ممارسه من تبتعد عن اللغه حتى اللغه العربيه لغه الام مع ذلك مو ما اعرفها بس يثقل لسانك يثقل اوكي قد مارست اللغه هندسه وهذه فاللغه الانجليزيه تجي قبل العربيه اقول قبل مو ما تجي تجي بس شويه تسترجع بها بالكمبيوتر شو نسوي داونلود نسموه فالداونلود يطول شوي اكثر يعني هذا الموضوع ما اثر عليك لو طبيعي لا الحمد لله وشكرا بالعكس انا مترجم مجازر حلو مترجم مجازر يعني قسم بالمحكمه بالكرخ قدام القاضي يعني وعلى ضوء الترجمه مالتي من العربي الانجليزي او بالعكس هذه يصدر الحكم يصدر على ضوء هذه فلازم اكون اقل عيني بعين الله انه هو ما اشتغلت بهاي المهنه كمترجم الى فتره قصيره واحده من شركه رادتني وهم مارست نعم هم من اخذت العربيه ركزت على حلو التنوع عندك اي الحمد لله والشكر حلو يعني الحمد لله والشكر من الجميل نشوفك الحمد لله والشكر حاليا هسه وين يعني هسه حاليا تقريبا بالهندسه او باللغه لا تقريبا يعني ما متوقف عن كل نشاط يعني رب العمل لما ينشغلك يريد تنتج سوي حتى يستفاد منك حتى يحلل راتبك واجوراتك فلما الانسان يكبر بالعمر يثقل شويه طبعا ما يصير بنفس النشاط فاحترفت نفسي عندي تقاعد لا الله قاسم اكله اوكي ورجعت للعراق يا سلام من زمان كلش من زمان ما اتذكر زين بغيت فترات متقطعه 3 شهور وشهر وارجع واروح حسب دائره ديزني كذا يعني وحاليا عندك رجعه هناك لو بعد ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله ليش العراق حبيبي العراق بهم مشاكل هوايه وبكذا بس هناك عندهم مشاكل اجتماعيه واقتصاديه اجتماعيه واقتصاديه هواي افكار مثل عند مراهقين عند شبابنا الصغار اللي بعدهم يعني من يقارن بلدان العالم يحسهم اجتماعيا افضل من ابنه كقيم كعادات وهذا شيء علي الف علامة استفهام صح لو مو بعد صح بعد فترة يعني عيد النظر مو صحيح طبعا يعني اكو اختلاف اكيد شنو ابرز هاي الاختلافات؟ يعني الاخلاص بالعمل عندهم هناك زين والصدق نعم والدقة بالمواعيد دقة بالمواعيد هاي ثلاثة هاي ثلاثة وبالعراق ماينس خلي ناقص هذول المهمات يعرجني لا زين بالعراق شنو؟ اذا اقول لك هاي ما موجودة وتقول له ما تأخرت ساعة علي وش صار طارت الدنيا موجودة نعم أنا اليوم نعم كان عندي موعد الصبح نعم تفضل الساعة بالتسعة زين طلعت من البيت نعم من بيتي المكان الموعد يستغرق 25 دقيقة 20 دقيقة زين ساعتين ونص وصلت خارج إرادتي بسبب الازدحامات فاحنا التأخير بالعراق صار مسألة طبيعية جدا قبل العذر كان بنشر صح هسه ماكو ساعتين بنشر ماكو أو التكسير بيت يوصل شكرا جزيلا هلا حبيبي يعني أشكرك إن شاء الله برأيك يعني أشكرك جدا مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من كرادة داخل خليكم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من جولتنا من منطقة الكرادة واليوم الكرادة على صعيد أو على كل
المفاصل اللي تعتبر يعني مثل ما نقول انه ملتقى بغدادي، ملتقى الشباب، ملتقى كبار السن هنا بالكراده. الكراده نوعا ما تجاريه شعبيه بنفس الوقت. شلونك عمو؟ اهلا وسهلا. شلون اخبارك؟ زين الحمد لله. اولا خلي اعرف اسمك. انا محمد جاسم عباس الحساوي. ابو احمد. ابو احمد. انا من اصلا من اهالي محافظه بابل. من بابل. نعم انا من بابل، بس عملي هنا شركه يتطلب سكني قرب مقر عملي. زين. اي اليوم الكراده نشوفها محتضنه الكل. صار لي سنه ونص تقريبا بهاي المنطقه. هاي المنطقه. شنو اللي عجبك بيها بالله؟ اللي عجبني طيبه اهلها وناسها الطيبين. انا تعرفت على ناس هنا، ناس طيبه على فطرتها. زين. ناس تقدم لك بدون ما ما تاخذ منك. زين. تعرفت على ناس، قضينا اعمال لناس بواسطتهم. هاي كلها بسنه ونص؟ نعم خلال هاي فتره سنه ونص. زين. وشفت مثال بسيط هسه الاخ الدكتور اللي سلم. نعم. علينا. نعم. تعرفت علي هنا وفعلا صارت عندنا مصالح مشتركه. حلو. مع كل الناس الموجودين هنا، الاخوان اصحاب الكوف يعني اول ما تعرفت. زين. عليهم يعني الناس طيبين. يحبون مساعدة الناس، يحبون الخير، يركضون بالخير بدون مقابل. يعني قبل أيام كلفوني يعني نقدر نقول هاي العراقيين كلهم طبعاً هذا الطبع. طبعاً لو فقط بالكرادة. لا 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 هذا طبع العراقيين. العراقي أصلاً عنده محنة وطيبة من طيبة تربة تلقاه. صحيح. العراقي طبعاً حنين. يعني نشوفك وبرامج هسه تطلع برنامج الصدمة. أنا أشوف هذا البرنامج متابعة مواظب عليه؟ متابعة. ونفس هذا البرنامج موجود بالدول العربية. نعم. إذا تشوفه أكثر ردة فعل واقعية وتعبر عن العراقي الصحيح. العراقي الأصلي تلقاه عند العراقيين. عند العراقيين. نعم. هاي التجربة عند العراقيين تختلف. مثلا مشهد تمثيلي ينهار والدته بالأسواق، مثلا لا تشترين، لا تجيبين، ما نريد، ما محتاجين. تشوف رأسا ينتفقون شيء. شباب قال له ليش انا اشتري لها؟ هاي مثل امي، ليش تعامل امك؟ هذا واقع العراقيين الحقيقي. هاي طيبه العراقيين. يعني احنا خوش خلينا نبقى بالطيبه. تمام. هي الطيبه قبل مثل هسه؟ والله شوف لو العادات شويه تغيرت. من شاب على شيء، من شب على شيء شاب عليه. احنا طبعنا ورثناها من اهلنا. زين. هسه الشباب ممكن شوية عنده تغييرات بحكم. ورغم أنه الشباب يعني هم ورثوها من أهلهم. لا شوف يعني هسه خلنا نرجع نربط مواضيع. موضوع قبل أنا إذا صار المغرب وما دخلت للبيت قامت القيامة. يعني أنت ذيك الليلة نايم مكتوب. هسه يعبر ثلاثة بالليل طبيعي. هسه الآن شاب عمر 16 و17 سنه. هذا الحكي انا احكي لك. انا شاب كبير. حلو. زين. وانا المغرب اذان المغرب لازم ادخل البيت خلص. ممتاز. هسه الساعه 3 الفجر. 13 سنه 12 سنه 14 سنه بالشوارع. نعم. والدخل هذه يصير انسلاخ عن النوبل عن قيم اهلنا انسلخنا. واكو تاثير اخر شنو واهم اللي هو اقوى التاثير هو. اللي هو الموبايل والانترنت. الموبايل ممكن اخترق هواي اشياء. ما كل هواي اشياء اخترقها. تدخل بيت عائله لطيفه مستقره ماديا. نعم. مستقره من كل هذا لكن تلقى كل واحد قاعد بزاويه حتى حديث هاي الله بالخير عود بس الله بالخير بس الله بالخير بس خلص. الله بالخير بس حتى الضيف مني اول ما الله بالخير بعد ما قلت الله بالخير قال لك رمز الرابط حقيقه يعني لا وقبل يعني قبل لا يدخل التليفون كنت هواي اسمع بسوالف الجيش اي صحيح يقعدون مثلا شياب بالجيش ثاني الجيش هسه هاي سوالف ماكو الجيش اكتسبنا من عنده عادات عرفنا طباع الناس يعني كان ويانا المسيح ويانا شفنا عادات وشفنا تقاليد وتعلمنا انه نحترم هذه الناس عاداتها وتقاليدها اللي انسحبت لهذا الوقت يعني هسه اللي كله يزيدي بعض الشباب هذا كافر هذا يا اخي هذا اي ما له علاقه هذا هو حد تفكيره وحد عقيده انا انسان اليوم ناضج ابحث عن ديني اشوف شنو اللي ينجيني
فعلا اروح ابحث. يعني انا هو انولدت مسلم. نعم. هذا انولد مسيحي. نعم. على اخذ هو مو ذنبه مو ذنبه هو. بس لكن هو رب العالمين من انطاك عقل. نعم. ومن توصل مرحلة تعرف الصح من غلط فرزن انت بعد تبقى عندك الامور واضحة. انا بيوم احد اصدقائي كنت اتاجر وياه ايام الحصار بالتسعينات. تعمو شنو شغلك ابو احمد؟ انا بالوقت الحالي انا متقاعد. متقاعد نعم. مدير عام متقاعد. نعم. احد اصدقائي تاجر سابقا بالزجاجيات مال محمل الرمادي. نعم. كنا نوديه للموصل. صار عندي علاقه بولد يزيد. حلو. نتيجه الاحتكاك ويانا يعني قال لي شوف احد الايام ضيفنا بيتنا. نعم. يمهم سبب عطل بسيارتنا صلحناها ثاني يوم. فقال لي شوف انا بجامع اختلطت. هو بالجامع. زين. اختلطت ويا المسلمين. شفت اكو عادات وتقاليد عندهم جذبتني. حلو. جذبتني هلا وحقيقة يعني انه انا قررت انه ممكن انا اتحول مسلم. زين. لانه اكو فشي اكو قناعات. اكو قناعات. اكو صارت عنده قناعه. تولدت عنده. هو اسباب انا اسف. يعني نعم زين تمام. انه اللي يرغب هذا شو هو مين هذا نتيجه الاختلاط. هو الانسان مخير بالتالي. اختلاط اكيد. نعم. اكيد انا حر قراري. فعلا. ما حد يسير. هاي بيني جد تجي من الاختلاط هسه هذا بفتره الموبايل ماكو يعني حتى فتره الاختلاط اذا اكو تواصل فيصير عبر الموبايل. ساعه القشره على الموبايل يوم الدخل. العوائل كانت ايام الاعياد. ايام الاعياد. هاي الطقوس العائليه. والاسره الكبيره يجمع اسرته كلهم. اولاد متزوجين بنات صبرت الطعام لازم تشبير احنا افطار صباحي مصباح العيد بعد صلاه العيد افطار صباحي جمع العائله كلها هسه يوم صار ب 12 والغدا هسه يا الغدا بالخمسه العصر 12 عمي حتى ب 12 زين زين هسه عندي ولد اصدقاء مقر الشركه يعني هم عملهم في مقر الشركه لما نجي احنا نخلص لهم نجي الساعه بالثنتين اليوم بالثنتين يابا باقيين سووا الظهر. اي سووا لنا غدا. انا ابو احمد ارجع لك لكن خلينا نشوف لك شلونك حبيبي؟ شلون الاخبار؟ ان شاء الله بخير. بما انه انت من يعني قديم هنا بالكوفي وبشارع الكراده يعني حدثنا عن الاجواء خصوصا انه وضع رغم التحديات اللي جاي نعيشها السياحي عفوا السياسيه والاقتصاديه وما شابه ذلك اليوم الكراده بشبابها بناسها بحركتها اقدر اقول مثل ما كانت بالسابق الكراد؟ لا هي مثل السابق ما موجوده بس انا اقول لك اكو هي الحركه موجوده الناس الطيبه موجوده زين. وتشمل الكراده يعني نعم. عامه بين بغداد وبين المحافظات لان قعدتها ومنطقتها شعبيه صح فتلتقي بيها الناس يعني هساني عندك ابو احمد من عندك الدكتور زين الرجال صديقنا من اهل النجف نعم يعني هوايه اكو من البصره يجونا يجون هنا؟ اي هنا هم التقاهم بالكوف هنا؟ اي يعني هو نعم. من كل المجتمع العراقي نعم. تدري الشعب العراقي مجتمعاته يعني بسنته بشيعته بصابئته بيزيديته نعم. هم متحابين يعني شعب طيب بسيط فقير بسيط هم نقول الظلم اللي صار عليه يعني من اللي دول الجوار زين. او المؤامرات العالية بس هو مهما يكون هو شعب يبقى نفسه طيب بسيط وحنين يعني بس انا اقول لك هي صارت شويه هاي الوضعيه شنو هاي الوضعيه من يوم بعد 2003 لا تحكي بالوقت الحالي ما اريد اتحدث يعني هو دا اقول لك يعني من الوقت الحالي هو تقصدك عليه انا هالقصد يعني هاي مال شغله العشائر احنا ولو اول وتالي نرجع عشائرنا وهن وفخر عنا يعني هاي مال دقه العشائريه وهذا تجيب عمامك اثرت عليكم؟ لا اثرت على المجتمع كله هو انا ما اقصد انا بس على الكراده نعم انا اقصد لك على المجتمع على المجتمع يعني. بشكل عام اي يعني مال زين مال واحد يرمي على الثاني حرامات يعني مع الاسف يعني الشعب العراقي على طيبته وعلى ناسه وبالغيره ومن تنخاء والدول العالم مع احتراماتي لك كلها شبعت من عنده زين هسه انت من المرات عندنا عراقيين يروحون لمصر يعني نقول المصريين الطيبين
يقول لك لحم كتابنا من خيرك. زين. بس باقي الدول مثلا تقول عمان ما يجيب طاريك، مثلا تقول سوريا. بس هي افترت سبحان الله، افترت هاي قبل. يعني سوريا لا زينه يعني. بس انا اقول لك هسه لا الفلسطيني يذكرك بالخير، لا الاردني يذكرك بالخير. هسه اليوم باقي الدول. سنة ذا على طار الخير هسه احنا يجوز يمكن نتحدث على الفتره الاجمل ماضينا، ايش ما نرجع نلقى اجمل من حاضرنا. اكيد هذا صح ولا مو صح؟ زين اليوم هواي امور تغيرت عندنا. شوف هواي عادات تغيرت. عادات تغيرت سببها الانترنت، سبب هذا الموبايل اجى، ما العالم ما فهمته ليش؟ من سبب الحرمان. نعم. كبت. يعني لا تنسى كانت العالم محصوره، ماكو سياحه، ماكو سفر. اللي مثلا يعني بصص لا يروح يصلي يحاسبه قبل اخذوه. كان بالسابق يعني بوك الصدام. نعم. ايه يعني ادوا العالم يعني رغم ما يقولون الامان والاستقرار هاي وياك انا، بس مع الاسف هم يعني احنا هاي الحكومه هم ما خدمت الشعب. سولف لي بالوضع الحالي، وضع الكراده. والله الوضع الحالي هسه هاي صعود الورق. وال يعني احنا طلعنا من طامره مثل ما يقول اذت العالم هي كورونا. نعم. ونحمد الله لا هي من رب العالمين محمود مشكور. نعم. ولا هي من سبب بشر. زين. فحسبي الله ونعم الوكيل. حاشا لله ما ندري. حاشا لا حاشا لله هو ما يعلم الا الله. نعم. سبحانه عز وجل. بس شنو يعني الظرف اللي مر على الشعب العراقي من ناحيه موظفينه، من ناحيه الشعب. نعم. من ناحيه فقيره، مر بظرف لا يرثى لها. يعني وانت الدوله تجين الصاعدين الورق على الشعب العراقي تاذينا بالزايد. هو طلع من محنه. يعني هسه عن الورق ممكن وصل لسنتين هذا الموضوع، موضوع ارتفاع الدولار وسعر العالم. ما تعود الشارع على لا هو موضوع. مو انت ايش ما تقول تعود ما متعود، تدري ليش؟ لان عندنا فقير يمكن اكو عالم هسه تتغدى ما تتعشى. رغم ما هو ابن العراق. يعني المفروض ابن العراق ابن الخير، ابن النفط، ابن الفوسفات، ابن الكبريت، ابن العتبات. هذا حكي تغضي. هذا هاي احنا اذا ردنا نجار انا دائما اقولها. احنا لازم نحكي الواقع، لا ننكر الواقع. لا احنا ابن الخير. احنا دائما اقولها. دائما اقولها احنا بلد السواد، بلد يعني من خيراته، بلد من زراعته. بس تجي على ارض الواقع ما هواي عندنا فقر. ها فقر سببها فقر. سببها الحكومه. يعني بنا بالامارات، بنا بتركيا، بنا بسوريا، بنا بدول الاوروبيه، فلوسنا غرقت العالم وابن العراق ما يبني له. زين انت هسه انت لا تريد ترجع من وراء الوضعيه. نعم. والامور. نعم. لا حطيك يا دليل. يعني انت سوى لابن هنا او سوى منتجعات سياحيه او سوى سدود. زين. انت بالعكس هذا الخير القاط عشره يا اخي. ليش انت تبني بهذه الدول؟ والله صح. ابني بهاي الدول، سوى منتجعات، سوي سياحه. زين. انت لا بنيت وسويت منتجعات وسويت بنايات حلوه وخليت البلد مترفه وابنه مترفه. ما تخسر شيء. يعني انت هسه واحد تاريخي ذكرك. اي لا هو اللي حطيك انا الفلوس اللي راح تصرفها. هو انت ما اكو مثل عده هنا من لحم ثوره وطعمه. زين. انت الفلوس اللي راح تصرفها راح تجيك 10 قروش. صحيح. يا اخي انت ليش تبني لي بتركيا؟ تاريخي ذكرك يعني يذكر انه باكر عقبه انه فلان بنى، فلان سوى هذا الشيء، فلان عمر. والدليل احنا اليوم اذا بدنا نتحدث عن مدينه الطيب، عن الجسور كلها تترحم لعبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم ها لحطي كسدني. يعني هم هسه من 2003 لحد الان حكموا، شنو اللي سوى؟ مستشفيات صفر، كليات صفر. اهلي لا موجودات بس اهليات كلنا اهلي. هو دا اقول لك يعني ولا كانه المستشفيات صار انت ما تروح المستشفى الحكومي، تروح للاهلي. تروح للاهلي. الكليات ما تروح للكليات الحكوميه لان تدور عندك معدلات. نعم. وانت سلا عندك معدل حتى لو بسيط ما تقدر تطب للحكومي، راح تطب للاهلي. وفوق هذا الاهلي رسوب. صحيح. وماكو راحه وماكو استقرار وفلوس. اللي طالب يعني ادري شو يريد يصير الاب؟ يصير مثلا لحطيك دليل. نعم. للمصرف، للايجار، للقصد، للمولد. اي للكهرباء، للمولد، وللقصد. القصد مال ابنه. وفوق هذا النوبه تجي وتراكمات الحياه. النوبه عنده مو مثلا نفر واحد ويدفع له قصد، مدرس عنده مثلا بالتضعيف راح يجيب لها مدرس. لا النوبه يعني خصوصيات يعني هواي امور. هواي صار ضغط على المواطن العراقي. بالعاده المقاهي هواي يصير بها احاديث، يعني يقعدون الشباب الناس. شنو نوع الاحاديث هسه بالوقت الحالي؟ والله هو هسه صارت هي شو يسولفون من يقعدون؟ شوف احنا قبل انا احكي لك يعني على هن قبل اللي هو نقول جيل الطيبين، وان شاء الله هو يبقى الجيل الطيبين. ان شاء الله. يعني كنت اني ايام شيء
اقول لك عمري 6 سنوات ياخذني والدي للمضايف. نعم. نروح يحجون على ايام ثورة العشرين، على ايام العراق. حلو. على جيل الطيب. على اقتصاده، على ظروفه اللي هي كلها خير. هسه ايش يعطي لك؟ صعد السوق، نزل السوق. هسه هاي الاحاديث بالقهوه موجوده؟ بالقهوه. الورق صعد، الورق نزل فيه. الورق هو ولا ماكو نزول، صعود ماكو. اي والله العمليه السياسيه، العمليه السياسيه هيجي، الاحزاب هيجي ملخت الشعب العراقي. هذا بالمقاهي اللي يقول لك ما موجود، لا هذا موجود. هذا حديث المقاهي. وشنو هو؟ العيشة صعبة، إيجارات غالية، إيه سكن ماكو. زين. إيه يعني العالم شاي هذا. شايكم طيب هنا. شايكم طيب. طيب. شنو السر؟ أبدأ أعرف السر. سر إحنا طيبين. الله يسلمك. إيه هو الشعب العراقي طيب، إحنا طيبين. هذا سر المهنة؟ إيه. سر المهنة طيبين. هو يقول لك اللي نفسه طيبة، يصير أكله طيب، شاي طيب. وهسه أنت من جبتها على عم أبو أحمد. عم أبو أحمد. ما اقول لك، مع احتراماتي للكراده واهل الكراده وطيبه الكراده وناسها وطيبتها. نعم. كم قهوه قاعد بيها يعني ما ارتاح بيها. شنو هو؟ شنو السر؟ اجى لهنا. هاي من نفسيتكم طيبه. اي اجى لهنا. ورغم ما عم ابو احمد عنده مواقف يعني ويانا حلوه. نعم. يعني انا اقول لك الله يخليه ان شاء الله. يعني اكو شغلات مثلا، اكو عالم والله مو انه مرات. اي اروح لمدينه الطب هو يداوم. نعم. مستشفى بغداد، قلت لاني عندي مثلا واحد عنده بنته مثلا صار عندها حاله عمليه. نعم. وطلعوها. نعم. اتصلت بعم ابو احمد، قبل اتصل رجعوها خطيه لان كانت متخربه، ولا هي راحت رحمه الله. الله يرحمها. يرحم والديه. مثلا صارت عندي فحوصات، رحت لعم ابو احمد، بس سبحان الله قلت لك على طيبه العراقيين. نعم. فصارت اردي، قال له انه يابت اكو ناس يبتها محتاجه دم، انا عمري وحياتي ما مطي دم. ما مطي دم. اي. وانت قصبر، وين تطي دم؟ غير وانت قصبر. المهم بس قال لي انا زوجتي عندها عمليه مال الولاده. زين. قلت انا عمري وحياتي ما مطي دم، قال تقدر تسهل امري، قلت له عمي هسه تسهيل الامر ماكو، هذا يم الله. تمام. اي قلت حطيت بطل الدم. صدق صراحه فرحت، ليش؟ ساعدت بشر، ساعدت انسان. طيبه العراقيين احنا حنينين واحد على الثاني، بس الظروف اللي هي خلتنا سياسية. واحد يجوز فعلا. خلتنا واحد يجوز شغلت من الثاني، شغلت صارت الناس. العشره مثلا جابها ام ابو احمد على. نعم. هنه كانت تجتمع امام خوالك وبيبياتك. هاي هسه صارت كل من قبله، كل من لازم له تليفون منتهي به، حتى من يجيك. يعني هسه من يجيك خطار على حجات عم ابو احمد يقول الله بالخير. يرد عليك. ايش قد الرمز لك؟ اشوف ابو احمد عم اكو يعني اكو شق من الجواب، يعني ضروره بدي اسال فيه من هذا الموضوع، انه اليوم الاب رب الاسره ما اتوقع انه بامكانه يقدر يسوي او يخلف 4 أطفال أو 5 أطفال عكس ما كان في السابق، ممكن انه تلقى العائله فد 12 اخ 9 اخوان. اليوم وفق هاي الظروف اللي جاي نعيشها، انه المدارس اهليه، مستشفيات اهليه، بالتالي اليوم حتى العقار ممكن من الصعوبه اليوم مواطن عراقي يقدر يفتح له بيت او يشتري له بيت. هذا الموضوع يعني مستقبلا له فد مؤشرات خطيره. اكيد. شوف هذا سبب الرئيسي الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي له دور مهم. اليوم انا من اريد اخلق 3 أطفال 4 أطفال لازم اكون مستعد اوفر بيئه امنه. نعم. أهم مستلزمات البيئة الآمنة الدار السكن، مكان السكن. بعدها من تكبر هاي الأطفال تريد مدارس، مسؤوليتهم هم راح تكبر، تريد لبس، تريد أكل، تريد مدارس، تريد متابعة. زين. متابعة هذا الوقت هاي وفق ذني كلهم ذني هديات هسه بالوقت الحالي. نعم. صح لو مو صح؟ يعني من يردون مثلا مدارس أهلية أكيد، لأن الحكومية اليوم ما أعتقد أنه شوف من الصعوبة المدارس ما يقبل أنه ابنه يدرس بمدرسة حكومية. المدارس الاهليه عبء اجى. انا بس اتساءل اذا كان موظف راتبه محدود وبيته ايجار، زين وتجي تكاليف المدارس الاهليه. نعم. اضافه للقوائم الاخرى، الماء والكهرباء والطبيب وما شابه ذلك، هاي الاحتياجات اليوميه. زين هذا شلون راح يقدر يعيش ذولا؟ هسه احنا
واذا تركنا العيشه شلون راح يقدر يربيهم؟ شلون راح يقدر يربيهم؟ هسه انت تريد منا تربيه وتريد منا معيشه. من قبل شلون كانوا مثلا؟ يعني قال لك الاب مخلف سبعه ثمانيه. يا بل الحياه الاقتصاديه كانت بلد يعيش اقتصاد عالي راقي جدا. الدينار العراقي كان يعادل 3 دولارات شويه. نعم. يعني العامل البسيط يطلع يشتغل له بدينار، انا كنت شاب اجيب من الحله الى بغداد. زين. اصعد ب 100 فلس. 100 فلس من نازل. نعم 100 فلس. نعم. بالسيارات باصات حكوميه. تمام. اصعد ب 100 فلس، اجي لهنا وارجع ب 100 فلس، هاي 200. اكل ب 80 فلس. هاي 280. يعني انا متغدي ب 80 فلس، شو تتغدى؟ تتغدى له؟ تتغدى قوزي. نص دجاجة تاكل مشوية أو تاكل قوزي ب 100 فلس، أنت ترجع ما صارف لك نص دينار. ما صارف ألف. نص دينار، نص دينار يعني. زين. هذا الوضع الآن تقدر أسوي جهزت الآن لو أريد أحفظ تكاليف أنه أنا أجي من بابل إلى بغداد وأتغدى وأريد أرجع. أقل شيء 500 ألف. احسب لي انا حساب مصاريفي واقعد قهوه كنت اعطب سينما و... واروح مدينه العاب واني ما مخلص الدينار. زين. لان انا هسه لو اريد احسب انها زين هاي الحداثه والتطور. اذا الحاله الاقتصاديه طبعا مؤثر كبير، مؤثر كبير هذا، مؤثر كبير هذا. نعم. هذا مستقبلا، شوف هذا مستقبلا مو يهددنا انه ما نقدر نخلف او عددنا يقل وهذا، لا مؤشر خطير. الجهل، الاميه الان نسب عاليه من الاميه. العراق بنهايه الثمانينات يعني بسنه 79 قضى على الاميه نهائيا بشهاده من اليونسكو. بس رجعت بكثره طبعا بالوقت الحالي. اميه ليش؟ فعلا سبب اهمال الاهل. احنا يعني قبل اقدر اقول اليوم ما اقدر ما اروح المدرسه اليوم غريب الا ما يكسروني. انا يعني اذا جيت مكمل بدرس. نعم. اذا جيت مكمل بدرس يا شلون راح اطب لي البيت؟ تحسب حساب لازم اختلق هاي القصه. زين ابو احمد قبل لا اختم، احنا الوقت ما يسعفنا، سولفنا انا وياك قبل شويه على موضوع المحيبس. نعم. من سنه بالجيش. نعم. السالفه شنو كانت؟ من سنه بالجيش؟ كنا بفرقة سابعة. زين. فجيت ويا قائد الفرقة. نعم. احنا مجموعة يعني حمايات كلنا. قايلين القائد الفرقة موصي لك لاعب مال محابس من اهل البصرة. هذا ماهر انه يطلع المحبس. حلو. من اي لاعب. زين. فهو اجى يطلع على احوال السجناء وكذا، وهو كان بها رمضان اذكر. فقال أرد أشوف هذا. إيه نجربه. فصفوا لهم إياه طلعوا استديو. قد أعدادهم كان؟ تقريبا 700 وشوية، أربع خمس قاعات. طلعوهم صفوهم بالساحة وبيتوا المحبس. هو أخذ فرتين راح رجع راح رجع طلع على المحبس. فقائد الفرقة بوقتها طلع من 700 واحد. إيه نعم. حلو. أخذ المحبس من عنده. قائد الفرقة شك بالوضع، قال خاف يعني انه اكو لعبة، خلى حماياته هم يقومون بالعملية انه يبيتون المحبس. بيتوا المحبس نفس العملية هم طلعها من عندهم. قال لهم النوب اني اريد هو قائد الفرقة. نعم قائد الفرقة. قال بس ايش قال له؟ قال له ايش قد باقي لك انت بالسجن؟ قال له باقي لي سنة وشهر. وكان محكوم على هروب. قال لي إذا طلعت هاي المرة الثالثة أنا السنة وشهر أخليك تقضين ببيتكم. إلا أنت انتي معكم. إذا قال هاي بيت قائد الفرقة وقف على صفحة والحمايات واقفين كلنا. ونزل هذا نزل افتار مرتين ثلاثة صوب ما سواهم ثلاث صفوف يروح ويرجع يروح ويرجع. صفن عليه قال له سيدي ماكو محبس. قال له شلون ما بس؟ قال له سيدي اقول لك ماكو محبس. ماكو ولا واحد. قال له ولا واحد ذول قاعدين عنده محبس. قال له احسن طلع طاير. طلع الغالب فرقه ما مطيهم المحبس. وفعلا هذا كشاف. فعلا قال له انا واقف هسه الان طلعوا لبيتهم. طلعوا لبيتهم. نعم نعم. شكرا جزيلا عم ابو احمد. حياك. شكرا جزيلا. حبيبي عزيز. نتمنى لكم التوفيق. نعم الصوره. نعم مشاهدينا الكرام.
احنا بالتالي نتمنى انه الصحه والسلامه لجميع اهلنا العراقيين، ويا رب انه العادات القديمه، العادات اللي تربينا عليها، اللي تربى عليها عم ابو احمد، تربى عليها الاخ هنا، انه تكون ابو حسين موجوده وسائده عند المجتمع العراقي، لان المجتمع العراقي مجتمع اصيل، مجتمع يعرف الاصول ويعرف العادات والتقاليد اللي للاسف بدت نوعا ما معظمها او اغلبها تختفي. وبالتالي احنا نقلنا لكم جو الكراده، وان شاء الله يا رب الكراده عامره باهلها. تماما تقبل تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج يا ناس، الى اللقاء.